وهيب. المنتخب الصيني يحاول في هذه الأثناء، كرة ثابتة تبقى خطيرة. هدف صيني أول مع تسديدة يوهايب، هدف صيني أول في المباراة. المنتخب الصيني يصل إلى مرمى وليد عبد الله من خلال كرة ثابتة، تغير اتجاه الكرة وبعد ذلك تختار طريقها إلى شباك المنتخب السعودي كهدف أول لمصلحة المنتخب الصيني. يوهاي تسديدة مرت واتجهت إلى القائم الثاني بعد ذلك نحو المرمى السعودي، هدف جاء لمصلحة المنتخب الصيني في هذه الأثناء.